السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نختار حيكم كاملين ونتكلم عن بعد أن هدت الأصوات عن معلق بصفة مختضبة عن وجهة نظري القانونية المتواضعة بخصوص الحكم اللي صدره قاضي ومحكمة المحكمة المختصة بجرائم الفساد في الملف رقم 01/2021. نختار نقول على ان هذا الملف ملف سياسي محض، وهذا دليل على ان المحكمه لم تنفي صبغه سياسيه عن هذا الملف بها اللي تحاشت في صدر حكمها اللي قالت فيه انها مختصه، تحاشت انها تذكر الماده 93 ولا تتكلم عنها ولا تثبت فيها، بدت فعلا انها مختصه هي كمحكمه في الوقايع المشار لها في الملف 01/2021، غير ما بدت في دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز فعلى انها غير مختصه بحكم على ان الرئيس السابق محمد عبد العزيز رئيس حصلته الماده 93 من دستور الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه. بالتالي هذه المساله يجب انها تعود واضحه وتعود ملي معروفه عندنا كاملين. اذا ابطال مفعول هذا الحكم بالنسبة لي مسألة وقت، إما عاجلا إن شاء الله تعالى في محكمة الاستئناف، أو آجلا وإن شاء الله تعود ماهي طويلة مولي بك آجلا إن شاء الله في المحكمة العليا اللي هي محكمة إجراءات ولا هي محكمة وقائع. بالتالي أرى على أن كما قلت ومأكد على المحكمة المادة 93 ما تكلمت عنها، تكلمت عن اختصاصها هي في النظر في الملف وفقايا اللي موجودة في الملف، يعني ما تكلمت ولا قالت انها مختصة بمحاكمة رئيس جمهورية سابق حصلت المادة 93 بالدستور. هذه نقطة جوهرية وأساسية ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.